والأشياء اللي فيها ملح، معلبات، مقليات السوق، مخلل، لحوم مصنعة، وجبنة مليانة ملح. الجبن هذه شفت ترى ذيك حتى سيدي ذكرتها، الشريحة اللي جي في الهامبرجر فيها كمية عالية من ثاني أو ثالث كمية في جدول طويل، تخيل مليانة ملح. فبيت عن الأشياء هذه. أوكي باي. اثنين، عليك بالورقيات الخضراء، الله يسر أمرك. لماذا؟ لأنها تحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهذول الاثنين ممتازين جدا للمساعدة على ارتخاء أوعيتك الدموية، بالتالي يستوعب الدم ينزل ضغطك. مو بس كذا، بل إن الورقيات الخضراء يا حبيب قلبي فيها مضادات أكسدة. طيب وش أبغاها يا سعود؟ الضغط والسكر والزهايمر والسرطان كلها أساسا علميا جذرها أكسدة، هذا يضاد الأكسدة يساعد كثير. شوف يا حبيبي، ويساعد أيضا بإذن الله فضلك من المضاعفات. طيب الحد منها. طيب وعليك بالفواكه الغنية بالبوتاسيوم، ذكرنا هذه خضروات، أيضا الموز، التمر باعتدال مرة ممتازة لك. إذا عندك سكر لا تأكل موزة مرة ناضجة لأن تحميله السكري تكلمنا عن مرتفع، لا خذ لك شيء متوسطة النضج. وخذ لك يا حبيبي أيضا توتيات، التوت اللي هو التوت الكرز، هذه مليانة بالمغنيسيوم والأنثيوسيانين والفيتامين سي، كلها رائعة والله لصحتك من ناحية المساعدة للتحكم في ضغط الدم. وعليك أيضا بالمشي. ليه؟ إذا مشيت حركت للحين يدي كذا مرنتها أو رجلي ومشيت مليانة أوردة وشرايين، عروقك عرفت مليانة عروق، العضلة إيش تسوي؟ تضغطها. قال الخبراء بأن التضغيط هذا سبحان الله ممتاز بنقطتين، النقطة الأولى أنه يفرغ ما فيها، فكأنه شوف الحين القلب إيش اللي عنده ضغط، القلب يضغط يضخ وقدامه كنا شريان زي ما تقول شديد، يا الله نستوعب الدم يعني بوف، يا الله نمشي فيه. فتجي المشي إيش يسوي؟ يضغط الشريان، يقول بوف امشي الماء اللي فيه ولا الدم، امشي السائل. هذا واحد. واثنين، ضغاط العضلات لأوعيتك الدموية لعروقك هي اصلا من اول فيها زي التصلب قاسيه، ما تستوعب الدم، فتضغيطها يخليها مرنه. رائع جدا يا اخي. واضف لذلك اذا مشيت تنزل الدهون الثلاثيه والكوليسترول الضار، وهذولي كانوا موجودين داخل العظم ويضيقونه على ما به. والنقطه اللي بعد كذا، اذا وزنك زايد نزله. ليه؟ شوف يا اخي الحين عندك دينامو يطلع الدور، ودينامو نفس الحجم ونفس المواصفات يطلع الاربع ادوار، ايش يصير في هذاك؟ يمكن ما يوصل الدور الرابع اصلا، يتعب يكافئ عشان يوصل لهذا المساحه الكبيره. ترى السمنه نفس الشيء، القلب الضعيف هذا ما هو مستوعب من الحجم هذا كله، لانه لما خلق معك تطور معك تطور معك تطور معك ويوائمه وزنك المثالي اللي الله سبحانه وتعالى جعله تقريبا يعني يناسب طولك وامورك وجنسك. فلما تزيد الموضوع زي اللي مركب دينامو حق ابو دور ثم دق ثلاثة دور وخلى نفس الدينامو، اوه كذا مشكله. تنزل وزنك. كيف انزل وزني؟ تكلمت عنها كثير، وانصحك في الصيام المتقطع. طبعا اذا عندك امراض مزمنه، طبعا عندك الضغط مرض مزمن، استشر طبيبك دائما. قول ايش رايك يا دكتور؟ من اجمل الاشياء في الغذاء اللي يخصك اللي تكلمت عنها قبل ام سنه، اللي هو داش، الدايت حق داش، اللي هو قلنا لكم حق حوض البحر المتوسط، لقوا ما عندهم امراض وكذا ولا عندهم، قالوا وش عندهم ذول العلماء؟ درسوا فلقوا عندهم نظام غذائي ممتاز، اللي هو قالوا ترى هذا ممتاز عشان ما يجيك ضغط الدم او للمساعده التحكم بضغط الدم، اللي هو ايش؟ زيت الزيتون، ابعد عن الزيوت المهدرجه، زيوت متحوله ترانس فات. زيت الزيتون رائع جدا، سمته جمعيه القلب الامريكيه صديق القلب. يشيل الدهون، شفت قبل شوي اللي قلنا لك يسكر الشرايين، يشيل التسكيره ذي وديها الكبد وتطلع في الصفراء وتنقلع في الجهاز الهضمي، يفتح باذن الله شرايينك باعتدال، طبعا باعتدال. اوكي، وبرضه داش هذا غني بالخضروات والفواكه، كل خضروات وفواكه وكل مكسرات راحت يدك كل يوم، بس بدون ملح. انتبه، بدون ملح. انا كنك يا ابو زيد ما غزيت، بدون ملح. وترى المكسرات النيه ممتازه جدا، انا احبها صراحه، احسن من عندي من المحمصه افضلها. طيب وعليك يا حبيبي بالسمك. ليه؟ لان فيه فيتامين اي وفيه اوميجا 3، اوميجا 3 صديقه الشرايين ممتازه جدا، والفيتامين اي يسمى علميا مضاد اكسده، واول ما قلنا ان الضغط في جذره والسكر ايش؟ اكسده، عرفت؟
كنا الخضروات مضاد اكثر. ممتاز جدا. اوكي، ترى نفس الاشياء اللي في السمك في زيت الزيتون. فغذائك هذا هو، ابعد عن الدهون المرتفعه والاشياء دي بما ان عندك ضغط. ممتاز. وابعد عن السكر. السكر يا سعود يرفع الضغط، يرفعه ويرفعه ويرفعه، والله يرفعه يعني اللي انا اعرفها بخمس طرق بس اللي انا اعرفها، ما ادري عاد عن العلم الله اعلم، انا ضعيف ما انا بذاك العالم. كذا انت ضبطت رياضتك وضبطت غذائك، باقي حاجه، ابعد عن الضغوطات النفسيه، الشيء اللي يقلقك، الانسان اللي يقلقك، المكان اللي يرفع ضغطك، ابعد عنه. صحتك غاليه والله العظيم. اعرف ان فلان اللي قعدت معنا بيقنقن عليه، الله يستر امره، بيزعل، خليه ينفقع، خليه يزعل، صحتي غاليه. يعني فاضي اروح استراحتكم عشان لا تزعلون وازعل انا وانظر، يوه الله يسألك عن نفسك ما يسألك عن الناس. طيب ان كنت من المدخنين فابتعد دخان، لان هذه لها علاقه قويه جدا برفع، بعيد عنه وعنك. الكحول ترفع الضغط حسب ما اعرف انا يا هذا الضعيف بثلاث طرق، ثلاث طرق علميه يا اخي يا اخي، من غير ان تدمر الكبد ولا خلك، بس من ناحيه الضغط ترفع وترفع وترفع. الكحول، الكحول يرفع ضغط الدم باللي انا اعرفه بس انا اذا ضعيف بثلاث اشياء او بثلاث طرق. تخيل ان جيت مني ولا مني ولا مني يا اخي، خاصه الشباب والله، من غير انه يدمر ابو 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 الكبد وابو ابو صحتك كلها. بس تفضل، في عندنا في الجسم نظام يسمونه رينينجيتنسين، هذا النظام هذا سبحان الله يكمش الوعي الدموي ضيقه. ليه؟ لاسباب معينه تحتاجها انت، سبحان الله خلقه الله. لكن ايش يسوي الكحول؟ يرفع الرنين هذا، يخليها تنكمش. تخيل يعني ضغط ابو الضغط. الشيء الثاني يجي، شفت العضلات اللي في الاوعيه الدمويه، ما هو الاوعيه الدمويه المنصوره، هذا عضلات، فقلنا يستوعب، يخليه ما عاد يستوعب، ما عاد يتوسع كذا، يخليها اضيق، وهذه اثبتتها دراسات. الكحول ايضا يلعب على حاجه يسمونها نايتروس اوكسايد، هذا النايتر يخليه يتوسع، يلعب عليه يخلي الاوعيه الدمويه مثل ضيقه جدا. هذا الكحول. اخيرا النوم، يجب أن تنام. النوم الصحي سبحان الله تكلموا عنه كثير في كثير دراسات، وقالوا في، وأذكر واحدة من الدراسات قالوا أنه يعمل ريستارت للجسم، يعني عادة تشغيل في جوالك إذا هنق ومدري واش وسويت عادة تشغيل رجعت كله، سبحان الله يعمل لجسمك كذا. النوم إذا نمت ودخلت أو لأنه يعني مجازا أو يعني بشكل غير مفصل أربع مراحل، إذا وصلت المرحلة العميقة الثيتا هذه والأشياء هذه، سبحان الله انت تصير زي زي المشلول فعلا، دماغك يشل اعضائك ما تتحرك، اذا شفت واحد نايم كنا ميت، هذا وصل لهذه الدرجه، وين الدماغ وقف الجسم يعني العضلات الهيكليه، وقام هو يزيد نشاطه بشكل كبير جدا، لدرجه انك لو قلت بالعين كذا شفت العين كذا، يسمونها مرحله العين السريعه. سبحان الله. ليش؟ عشان يرتب ويضبط هرموناتك ويشوف ايش وضع الهضم وايش وضع سبحان الله، ويرمم والأنسجة وأوتوفاجي وخلني أبسطها لك. فلان مداوم من الصباح وكرف كرف كرف إلى الساعة 4 في العصر، إيش وضعه؟ حتى هو يقول منضغط منضغط. طيب يا فلان إيش تحتاج أصلا؟ حتى جسمك يا مرقص بأنك تروح ترتاح. فتخيل أن هذا الشخص ما أرتاح، ليش هو يروح يرتاح؟ جسمه خلاص، جسمه يريد أن يرتاح، الله ألهم جسمه أن يعمل هذا العمل، إلى درجة أنه الطفل، شفت الطفل اذا ما نام، طبعا احنا صرنا كبار لكن الاطفال اذا صاروا ينامون يبون ينامون ابو سنه وابو اربع، ايش يسوي؟ يبكي يبكي. متى نبكي احنا يا البشر؟ في الحالات الطارئه صح، ويمكن بعضنا يمر عليه ولا يبكي. شوف الطفل كيف الله سبحانه جعله يبكي لاهميه هذا النوم، عشان نام سبحان الله بحمده. فالنوم مهم جدا لصحتك ولضبط ضغط دمك والله العظيم. وبس والله والله أقسم بالله أني ما قلت هذا الكلام إلا من قلبي والله، أبغاكم تعيشون بصحة وسلام يا رب العالمين. وأنقهر والله لما أشوف واحد حالة التدهور وأمورة التدهور والحل موجود، يعني الطريقة موجودة، أعطاك طبيبك أدوية استخدم أدويتك، لا حد يقول لك وقف أدوية، استخدم أدويتك وسوى هذه الأشياء مع أدويتك، والله تروح عند طبيب يقول طبعا عنده ملف حقته قبل شهرين، أقول ما شاء الله يا فلان والله ضغطك يا ولد مضبوط، تدري يلا بننقص في العلاج الفلاني، بنسحب العلاج الفلاني، الطبيب حق. ثم تجد ما شاء الله ان حتى صحتك وتركيزك مزاجك وجهك دنياك نفسيتك تضبط باذن الله. والله الله يعلم اني ما قلت هذا الكلام الا اريد صالحكم، الله العظيم. لقفينا من ذي الدنيا يدعي لنا واحد. ودعناكم الله، السلام.